السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. النهاردة حسب طلب من المشتركين الأعزاء طلبوا مني إعادة تنزيل فيديو لطريقة لنزع العين، فأنا نزلت فيديو يعني كيف تنزعون العين في القناة القديمة التي سرقت منا، ولكن للأسف يعني بما أنها سرقت لا يوجد هذا الفيديو على اليوتيوب، فقررت أني أعمل لكم فيديو آخر. أولا وقبل كل شيء يجب أنكم تكونوا على طهارة، يعني تكونوا يعني متوضيين بوضوء. يجي الإنسان ده، مثلا هنصور الإنسان ده قدامنا عشان تفهموا، يعني بعتذر عن الصورة الجميلة اللي بتعبر على الرسامة بيكاسو الكارمينية، يعني عشان تفهموا الايدين بتوعه كده والرجلين، يعني رسم تعبيري بس عشان تعرفوا ازاي تنزعوا العين. ده انسان واقف قدامكم مثلا. اول هم قلت لكم الوضوء، يجب تكونوا على وضوء. ثانيا اقرأوا المعوذتين وآية الكرسي، دي أولا لوحدكم يعني بدون ما تمسوا الإنسان اللي هتنزعوا له العين. ثانيا فيه مادتين، اختاروا واحدة منها. أول مادة هي الملح، الثانية الشب، يعني الملح عادي بتاع الطعام اللي بناكل بيه، يعني بنعمل بيه الطعام. الثانية الشب، مش عارفة ازاي بيسموه في الدول الاخرى، حاولوا تشوفوا على اليوتيوب يعني على جوجل عفوا ازاي بيقولوا له يعني في البلد بتاعكم. الطريقة الاولى اللي بالملح هي مش يعني اللي هي احسن، هي بالشب، لان فيه نوعين من العين او نوعين من الناس اللي تصاب من العين. فيه ناس تصاب من العين بتاعها تتنزع بالملح، وفيه النوع الثاني اللي بيتنزع بالشب. هتقولوا لي ازاي هنعرف بما اني انا مش موجوده في المكان اللي انتم فيه قدام الانسان ده، فما اقدرش اقول لكم ملح او شب. بالشب الملح الاعراض بتوعه لما تنزعوا العين بالملح هتخلق نزعات في البيت، خصام يعني زعيق نرفزة حاجة زي كده. لما تجربوا بالملح وتشوفوا الأعراض دي بعدها، بعد ما نزعتوا العين بالملح تشوفوا الأعراض دي حصلت، توقفوا من نزع العين بالملح لأنها مضرة لكم وللإنسان ده. جربوا الشاب مش هتلقوا المشاكل دي. الناس اللي عاوزين يجربوا بالملح، عشان كده بقول لكم في ناس يعني بتنزع العين عندهم بالملح ما يحصلش حاجة بعديها، بس الناس اللي مش كويس ليه الملح عشان ينزع العين بتاعه، لما تجربوا بالملح هيحصل بعديها بعد يوم او اتنين نزاعات ومشاكل في المنزل، يعني سواء ليكم انتم او الانسان اللي نزع له العين، يعني تخلق خناقة. عفوا أرجو إنكم فهمتوني، بس بالشاب يعني أنا أحبذ النزع بالشاب أحسن عشان ما تدخلوش في المشاكل دي اللي قلت لكم عليها. طب علي الآن اخترينا الشاب وجبناه، أنا ما عنديش هنا عشان أوريكم يعني إزاي هو عامل، بس لنفترض إنه ده هو الشاب، الحجرة بتاعت الشاب. هنعمل إيه؟ أولاً رأس الإنسان ده نحط الشابة كده على جبهته وندور كده من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين 7 مرات، ونقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7 مرات، يعني كل دورة من الجبهة لوراء الرأس نعيد، يعني نرجع إلى نفس النقطة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7 مرات.
لما نخلص المرحلة دي نحط الشاب كده يعني نطلب من الإنسان ده اللي قدامنا اللي بننزعله الشاب إنه يعمل كده، يلاقي دراعيه يد فوق يد كده، الدراعين دول بيتلاقون هنا كده، انتم تمسكوا ايديه كده وتمرروا الشابة مثلا. بعدين لما هيلاقي هنرسم مراسم اخر عشان تفهموا، بعد ما مررنا يعني دورنا الشابة 7 مرات على رأس الانسان ده وقلنا بسم الله والله اكبر بسم الله الله اكبر، نطلب من الانسان اللي ينزع العين انه يعمل يكروز لي بغا كده او راسه، يديه يجب ان يكونوا كده، ايد فوق ايد كده تمرروا الشابه دي من الايدين من النقطه دي سير داير كده بسم الله والله أكبر 7 مرات كمان، بسم الله الله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر 7 مرات. لما تخلصوا ناخد كل دراع على حدة ونعمل كده بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر 7 مرات، نحط الشابة بجهة، بعدين نحط الإصبع ده على المنطقة اللي يتلاقى فيها عظم يعني الذراع مع الكتف هنا، نحطها هنا ونبدأ نشبر كده على الذراع لحد ما نوصل للأصابع. إذا وصلت إلى إذا كان الشبر الأخير وصل مثلا دول الأصابع وصل إلى هنا، يعني المنطقة دي اللي فضلت يعني بتشير إن في عين، أعيد الكرة بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر، حطوا الإصبع دي على الإصبع ده على المنطقة اللي يتلقى فيها عظم الذراع مع عظم الكتف كده، وشبروا مرة تانية لغاية ما إصبعكم ده بيخرج يا إما يلاقي حافة الأصابع يا إما يخرج من المنطقة دي، يعني لما يوصل هنا لما تشبروا هيخرج كده، تعملوا كده مثلا يعني ما أقدرش أعمل كده بس كده مثلا أهو كده يخرج يا إما كده يا إما كده، الشبرة الأخيرة تكون يا إما كده يا إما كده، يعني خارج نطاق الإصبع أو موازية للإصبع، ما يفضلش فيه شوية، لو يفضل فيه شوية كده الأول قلنا فضل يعني أصبحت هنا، الأولى كانت هنا شبرنا مرة تانية توصل هنا، أعيد الكرة لغاية ما الإصبع يعني لغاية ما الشبر ده لما نشبر كده الإصبع ده يكون موازي كده فوق الإصبع أو يفوته. لما نخلص مع الدراع الأول نعمل نفس العملية للدراع الثاني، نفس العملية للدراع الثاني، لما يصبع يعني الشبر الأخير موازي للأصابع في الذراعين نتوقف. بعدين نعمل إيه؟ كل احتراماتي يعني الإنسان ده اللي بنزعنا له العين نطلب منه إنه يحط شوية من اللعاب بتاعه هنا، احنا بالجزائري بنقوله نبزق يعني بكل احتراماتي، يحط شويه لعاب هنا من الريق بتاعه. بعدين ناخد ملعقه ونحط الشابه دي يعني في فوهه الملعقه ونحطها فوق النار لغايه ما هتشوفوا الشاب ده الحجره دي بدات تدوب تصبح سائل وتغلي تغلي تغلي تغلي، ما تنزعوهاش من على النار لحد يعني ما تحطوهاش مباشره على النار، لا قلت الملعقه لأن في الفيديو اللي نزلته في القناة اللي فاتت اللي سرقت واحد من المشتركين من السعودية حط الشابة مباشرة على الفحم، مش كده لأ، حطوها على الملعقة كده في فجوة الملعقة حطوها على النار كده، فردوا بالكم عشان ما تحترقوش امسكوها يعني قماش أو حاجة زي كده. لما تشوفوا الشابة الحجرة دي بتاعت الشاب بدأت تغلي تدوب يعني أصبحت زي السائل وأصبحت تغلي تغلي تغلي، اتركوها تغلي لحد ما تصبح يابسة ولونها كده زي الحليب مش زي ما كانت من قبل، يصبح صلب وتصبح لونها زي الحليب ده تتوقف عن الغليان،
اسحبوا اطفئوا النار، اسحبوا الملعقه اتركوها تبرد شويه، بعدين انزعوا الشابه دي وشوفوا ايه اللي هيترسم فيها. بعدين اطلبوا من الانسان اللي نزعتوا منه السحر انه يقف، انه يقف كده قدام نافذه او باب بوجهه القبله، يمسك الشابة دي يحطتها كده، يفتتها كده بإيده، بعدين يرميها فوق رأسه كده وفوق كله، يعني هو واقف كده وواقف، الشابة دي فتتها كده بأصابعه وحطها فوق رأسه كده، بعدين ينفخ في يعني في جسمه يعني في يعني في قميصه من الداخل أو فستانك من الداخل، واعملي كده يعني ده القميص أو الفستان، اعملي له كده وقولي حتت الداء وجبت الدواء، حتت الداء وجبت الدواء لمدة يعني 3 مرات. بعدين الفتات اللي بتاع الشاب ده اللي يسقط على الأرض يعني لميه وارميه في مكان فيه الورد، فيه نبات، ما ترميهش في المرحاض أو في المزبلة، لا ارميه في مكان فيه النبات. أكرر عشان ما تغلطوش، فيه حاجتين نقدر ننزع بيهم العين، مادتين، الملح، ملح الطعام، او الحجره اللي بنسميها الشاب، ادخلوا على جوجل واعرفوا اسمها بتاع عندكم في البلد، البلد بتاعكم. بعدين يجي الانسان اللي هتنزعوا له العين، انتم تكونوا على وضوء على طهاره، امسكوا الملح ده لو استعملتوه، هي يعني من الأحسن تستعملوا الشاب، لأن الملح مش كل الناس يقدروا العين تتنزع لهم بالملح، لأن الناس في ناس ما تحتملش العين عندهم إنها تتنزع بالملح، لو ما عملتوا نزع العين بالملح هيؤدي ذلك إلى وقوع مشاكل بعد اليوم ده اللي نزعتوا فيه العين، هيشب فيه نزاعات وخناقات وصراخ وحاجات زي كده، فحبذا إنكم ما تعملوش بالملح، اعملوا بالشاب. فيه البعض يقدر ينزع بالملح، بس جربوا وانتم هتعرفوا اذا كنتم هتقدروا بالملح او بالشاب، يعني من المستحسن الشاب عشان تتفادون المشاكل دي. تجيبوا الحجرة بتاعت الشاب ده تمرروها 7 مرات على رأس الانسان من وسط جبهته يعني لوراء رأسه الى نفس المنطقة اللي بدأتم فيها، يعني من يسار الى اليمين، من اليسار الى اليمين، وتقولوا بسم الله والله أكبر. قبل كده عفوا تقرأوا المعوذتين وآية الكرسي، وبعدين تبدأوا 7 مرات على الرأس بسم الله والله أكبر. بعدين الإنسان ده اللي بتنزعوا له العين قولوا له يعمل دراعيه زي كده، زي ما شايفين في الصورة كده دراعيه، وخدوا الشابة دي نفس الحاجة بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر 7 مرات. بعدين خدوا كل دراع على حدة، ابدأوا بالدراع الأيسر، يعني حسب الدراع ايسر او ايمن زي ما انتم عاوزين مش شرط يعني، واعملوا بسم الله والله اكبر 7 مرات على الدراع. اختاروا المنطقه الحفره اللي فيها يلتقي عظم الدراع مع عظم الكتف، حطوا الاصبع ده هناك في وسطها وشبروا على الدراع لحد ما يوصل الاصبع هنا او هنا او هنا. اذا وصل الاصبع هنا يعني ما فيش عين، لو وصل هنا او هنا يعني تحت الاظافر او تحت الاصبع نهايه الاصبع يعني في عين. فكرروا العمليه نفسها 7 مرات بسم الله والله اكبر لحد ما يوصل الاصبع موازي للاصبع بتاعكم او خارج الاصبع كده. بعدين نروحوا للدراع الثاني نفس الحاجه. بعدين لما نخلص اطلبوا من الانسان اللي نزعتم من عنده العين انه يبزق على الحبه بتاعت الشاب ده، يعني يحط اللعاب بتاعه هنا، شويه من اللعاب بتاعه هنا، بعدين حطوها فوق في فوهه الملعقه وحطوها على نار، فعلى النار ما تحطوهاش مباشرة على النار، حطوا الملعقة على النار وسيبوا الشابة دي تغلي، حتدوب زي هترجع زي السائل وتغلي تغلي تغلي لحد ما تحط تصبح يابسة ويكون لونها كده أبيض. انزعوها من على النار بعدين خدوها وشوفوا يعني الأشكال اللي متصورة هناك فيها. بعدين اطلبوا من الإنسان ده اللي عملت له عملية نزع العين دول عفوا دي انه يقف كده يا اما امام نافذه يا اما باب مقابل القبله،
يحطت الشابة دي فوق رأسه ويقول 3 مرات حددت الداء وجبت الدواء، وينفخ يعني في ملابسه. بعدين اللي هيسقط من الشابة في الأرض من الحجرة دي، يعني فتات الحجرة دي على الأرض، طموه كده لموه كده ورموه في مكان فيه نبات كده في التراب، ما ترموهوش في المرحاض أو في المزبلة. دي هي طريقة نزع العين، وتقدروا يعني كمان تنزعوا العين مرة في الشهر، سواء لمرأة أو رجل أو طفل صغير، يعني ما فيهوش فرق. بس زي ما قلت لكم الملاحظة الأولى، زي ما قلت لكم في أول الفيديو، يعني من الأحسن تعملوا الشاب يعني بحجرة الشاب، تنزعوا العين، ما تنزعوش العين بالملح، جربوا الملح. إذا شفتوا ما فيش خناقات حصلت فعودوا انزعوا بالملح. لو شفتوا إنه في خناقات حصلت بعد النزع الملح ده، أو الإنسان ده مرض أو حاجة زي كده، فتوقفوا عن ذلك، استنوا 15 يوم بعدين انزعوا العين بالشاب، هيتحسن حال الإنسان ده وتتهدئ الأمور عندكم في البيت. أرجو إن الشرح كان واضح، يعني عملت قصارى جهدي عشان أشرح، وإذا ما فهمتوش أعيدوا كرة لمشاهدة الفيديو عشان تفهموا. شكرا لكم وإلى الملتقى، مع السلامة. شوف الكحل اللي خرج، شوف شوف هذا كيش حجمه، شوف حول قوة الله بالله، خافوش ربي كان يخسر حياته. شوف شوف الشيء، شوف من الأول بدا يخرج منه، شوف شوف شو يحرك، يحرك لهم الجناب ان شاء الله. بسم الله، بس كنشوف اللمس اللي فيه، هاو فمو هاو نيفو هاو عينيه، وهادو القرون تاوعو. شوف الوجه تاع بنادم، هاي لك عينو، هاو لك نيفو كيفاش واضح، هاوليك فمو. شوفي هنا، يعني بصوا كويس، وش بني آدم، عينو، أنفو، وبقو، أو نصو إنسان ونصو حيوان، نص وش إنسان أهو، ونص حيوان، أهي عين الحيوان، أهي الأذن بتاعه، أهو رأسه. وعنده قرنين، شوفوا كده الوش، النصف الثاني من الوش، يعني نص وش، اهي عين، اهو انف واضح، اهو بق، ده نصف الوش. النصف الوش الثاني حيوان، اهي عينه، اهو نصف الوش الثاني، اهي عينه، اهو انفه، انف الحيوان ده، اهي الاذن بتاعه، أهو رأسه، يعني حتى الأذن هنا واضحة، شوفوا أهي الأذن، وده القرن، وده القرن الثاني، زي ما لو كان القرن الثاني على هيئة يعني إنسان، أهو رأسه وفيها عين كده مشكلة عين، وفي نفس الوقت رأس إنسان كده وممسوك بحاجة رجله من هنا، نصه حيوان ونصه إنسان هنا. شوفوا كده الوش واضح، له الوش بكامله، والقرنين من هنا، حول القوة إلا بالله. نشوف ايه اللي بقى يحصل هنا، يعني شوف كل حاجة باردة، مفيش حاجة يعني واقفة عندك، يعني مفيش حاجة يعني تمشي عندك، حاجة موقفة معطلة. السحر اللي اتعمل لك هنا، شوف الشجرة دي اهو الجذع بتاعها ازاي هي مفروضة كده في الاقسام بتاعها، السحر اللي اتعمل لك تحت الشجرة دي، ربما الشجرة دي موجودة جنب البيت اللي كنت بتتردد عليه كتير ايام ما كنت صغير، يعني لما كنت في البلد.
انت غالبا عمل لك كمان سحر في يا اما في جناح طائر يا اما حمامه حاجه بتطير كده. اهو راسها شوف كده الراس بتاعها، وعندها يعني زي وش الكلب او حاجه زي كده، فوق راسها ريشه، شوف كده جسمها صدرها وجناحيها مفرودتين كده. فالسحر بتاعك هو موجود هنا يا في جناحيها، لما تطير في السماء و يعني بتحلق في السماء كده حالك بيتزعزع كده زي ما تحرك الجناحين بتوعها. في كمان أفعى، شوف هنا الأفعى دي، يعني الحجاب بتاعك معمول في جلد الأفعى، أي أفعى أو بقها أو عينيها أي كاملة، يعني ده صايرة دايرة كده بيك كده. وغالبا الأفعى دي يعني هي ست حرف الميم، شايف اهي ميم، ويكمل برأس الأفعى. حالك متوقف كتير. ده الفيديو الأول، الحصة الأولى. شوف الشظايا دي كلها، يعني هي السحر اللي اتنزع. ده الفيديو الأول، هعمل لك الفيديو الثاني.